ميناء الجزائر وسط كأكبر مشروع اقتصادي بالجزائر، مرشح ليكون النموذج الأبرز في إطار الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع الاقتصادية الكبرى وفق الصيغة الجديدة المقترحة من قبل الحكومة، بتحديد شركة إنجاز وتسيير صينية على أن تتكفل بنوك التنين الأسيوي بتمويل عملية الإنجاز على مدار 7 سنوات باستثمار أولي يعادل 3 ملايير دولار. مهمة الترانسبورتمون تطلب تقنيات كبيرة، وشونغاي فار له هذه الخبرة لهذا المشروع باش ينجز في 7 سنوات مع الدخول للاستغلال بعد 4 سنوات. التقييم تاعو حوالي 3.2 مليار دولار. المشروع اللي يكون اقتصاديا عنده مردودية يمون روحه بروحه، إذن تموينه راح يكون خارج الخزينة العمومية. الطرح الحكومي الجديد في استقطاب التمويلات الاستثمارية الخارجية يستند على إلغاء قاعدة إلزام الأجانب بالحصول على تمويلات وطنية في تنفيذ مشاريعهم، ما يسمح للمستثمرين بجلب العملة الصعبة من الخارج دون العبور على إعادة التمويل التي تقدم عادة من قبل البنوك التجارية الناشطة بالسوق الوطنية، وهو حال ميناء الجزائر الجديد. هو راح يأخذ نصيبه من جانب يعني التمويل، ويأخذ نصيبه من ناحية الأرباح، ولكن كذلك يغطي جزء كبير من الضمانات. يعني كل المشاريع الكبرى بما فيه هذه القضية تاع الميناء يصبح مضمون من طرف البلد اللي راح يعمل الإنجاز نتاعو. إذا الصين رحبوا بها ونزيدوا نعطوا لها اكثر فاكثر، لان برهنوا باللي الصينيين عندهم قوه العمل وعندهم شركات ضخمه تاع الدول الى اخره. القانون الجديد راح يفتح الشهيه للاجانب، يعني راح يكسر بعض الطبوهات ويكسر بعض الاجراءات القديمه اللي هي ما خلتناش نجلبوا اموال كبيره من الخارج. ولكن الان القانون لو يصدر في هذا الشهر هذا او الشهر المقبل ان شاء الله سوف تكون فيه رؤيه جديده للجزائر، وتصبح الجزائر قبلة كبيرة جدا مطلوبة من طرف أغلب أكبر المستثمرين. مشروع الميناء الجديد الذي عول عليه لإعادة الجزائر إلى الخارطة العالمية في مجال النقل والشحن البحري، الذي يكلف خزينة الدولة خسائر سنوية تعادل 3 ملايير دولار، سيشمل أيضا نقل نوعية في ميدان التمويل الذاتي للمشاريع الاقتصادية الكبرى بعيدا عن الخزينة العمومية التي لا طالما كان الملاذ والغاية للتسيير الاقتصادي.